وقمر مش واخد باله وميل لقمر يغنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. في فيديو النهاردة هنشوف حفل زفاف أسطوري لابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بحضور نجوم الفن والسياسة، ولأول مرة غناء دويتو لعمرو دياب وراغب علامة مع بعض في الفرح وإشعال أجواء الفرح. هنشوف التفاصيل بالفيديو، بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا. في ليلة استثنائية عند سفح الأهرامات شهدت القاهرة زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، حيث أضاءت أجواء الاحتفال بحضور كوكبة من نجوم الفن والسياسة ورجال الأعمال. أبدع الفنانان عمرو دياب وراغب علامة في إحياء السهرة بأغانيهم التي اشتعلت حماس الحاضرين، منها مغرم يا ليل وحبيبي يا نور العين، ليطفي الثنائي جوا من البهجة والتميز على الليلة. وشارك الحضور في الاحتفال بالفرح بينهم الفنانة يسرى التي تألقت بإطلالة رائعة إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة، وقد تحول المكان إلى لوحة فنية ساحرة جمعت بين سحر الخيال والتاريخ وأجواء الفرح والاحتفال بالمناسبة. بكده يكون فيديو النهاردة خلص.